إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار اللهم آمين إخوة الإسلام والإيمان سيدة أدمغ ليسين عاوة وحانولة إعلامية محاضرة محاضرة سوق صابصا أهمية التوحيد توحيدك أهمية أوليها يشرك خطرت أوليها حقيقة وحنيه كرا وموضوع محوها نقد دعوين وي إن بضن وأنا كجره موضوع ونقد دعوين هاي آد بو نقد دعوين هاي لكن وحلقيا وباهيدا إنا كنتي إنا نقا أسوه فريسا نوهلك مرضي باهيدي جرته أننا إن شاء الله تعالى وحا إلهي ونقوقي هاي وأن كفاية سنة هاي ذاتك مسلم وأن كفاية دين الإله دين كيف توحيد إن بدنا مسلمين تكمل عرب قوة واشيغان لكن وحلق يا أبا هدي ما أنت لإسكو امتحانات توحيدك حتى أغيران أفكا أنك أنا قانو أنك هذا لنو أفصماليك كفصير الدين اللو توحيدك إن بدنا أنك أنك ميدا إن أي نحارة تبا نعكرتا توحيدك وحو كميديا هاي من خصوصيات دين الإسلام خصوصيات دين الإسلام كإسكالية هاي يوميزة أغار كا ديمان كالي يومعتقدات كالي كغسو عمت هاي وي توحيد ديمان كإنتو ذا كالي أردن توحيد لغا مهرو وحو أغاري هاي دين الإسلام كا دين الإسلام كوا دين التوحيد وي ما أنت هداد كفكرتو عقيدوين كأدون كجرة واح إرقا توحيد وطا دين الإسلام كبس أجرتا توحيد مرك لطنه اللغة العربية مرك فسرناه ومصدر الفعل وحد يوحد توحيدا مصدر كا وحد يوحد فعل كاس مصدر كيس يكرر شيء التوحيد وحي لغي أبا لفظ كاس توحيدا أصل صدا قصة ميسان إن القرآن ككو أركن لكن ما لبضنا علماء يكلصوا بحن بوليه سيدة إلهي قول كيس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد iyo ayad kale oo lamida tawxiidka waa al macna al mafhum min la ilaha illa allah wa macnaha laga fahmay kalimada la ilaha illa allah oo nafteeda kalimatu tawxiid iyo kalimatu ikhlas loo yaqaano macnaha laga fahmayo ayaa tawxiid la dhahaa oo maanta hadda qof muslim ku tiraado tawxiidso waxa uu ku dhawaaqay waad iska fili kartaa muxuu dhigi karaa qofka markaan aanu tawxiidso ودها يا لا اله الا الله محمد رسول الله صوتها معناها لا فهم لا اله الا الله اي توحيد لدها توحيد كما marka sidaas ayuu ku imaaday wahada yuwahidu tawhidan wa huwa ja'lu shay'in munfaridan la yaqbalu ta'addud aw ghayra mutaaddid wa huwa shay'a oo kaliis laga yeelo aanan aqbalayn inuu tirabato ama uu farabato way حق شرعك التوحيد حلو يقانا شرعا لا نقول اصطلاحا نقول شرعا إفراد الله بالعبادة
إلهي سبحانه وتعالى وعبادة اللوك اللي يلو يا علماء التوحيد ويا قانون حاجة شرعية توحيد ك مركات فيريسو وحدين الإسلام ك كده يعني هي أساس أما فونديشن هذه قولي لديسا وحلقة بالله أساس كي فونديشن ك كلما أو فونديشن ك سما أساس ك لسكه جاجيو أو هو أتكادو قولي قالت الصارى دونه هو أتكانه هو هجا جيا مر الله مركا فونديشن ك سما أساس ك أوجل سنا دونه وحالة الصارى يونا وحقتر لو جرا أنو دتك جل الدور وكسو كردمو دين الإسلام كان أساس مر الله مركا قفك توحيد وقد اسمه وحال الرجين يا عبادتي سأنت كلي إله أقبل سبحانه وتعالى مر الله مركا قفك مسلم كتوحيد كيسا أما قفك إنسان كتوحيد كأعلاد يدباطوك إما تورا وحاصور تقلق لين عبادة تادي كالوران إلا أقبل مركا وحاوي ميزان الأعمال وي توحيد كميزان كأعماش وي ومقياس كميزان كأعماش لا فيريو مرك التوحيد له له أي صلاة إيمانك كرتها مرك التوحيد له له أي صان إيمانك كرتها توحيد مرك له له أي زكاة إيمانك كرتها أو حج إيمانك كرتها وحلاقيها بإن بنا مدن المسلمين تمان تكملة أو صلاة أي صان كالله بركة يؤد وجود دالية إن اهتمام أي سين حق التوحيد ك توحيد ك وحكاها حيران صلاة ده صلاة ده وحي كحيران تهي وقولان تهي إن لا أقبل التوحيد ك صون كذا وحوجات وحيرة هاي وقولا هاي توحيدك مركز توحيدك كوس بضه مركز عبادة هذا أنت كلو أنا ميسك لسه صار يا أي أقبل نكون إسا وها مركز إن بدنا ترك إسا مركز نصوص القرآن الكريم كذا آخرين ليست أما حديث رسولك عليه الصلاة والسلام أما الرسول إلهي أصوت دري مركز آخرين ليست ما شاء الله الرسول يدعو ذاك بالله بجيران مركا يدتكم برنقا يعني مومضيه الله الدري وهي هنجر التوحيدك قفنا الصلاة ما يشاق الجيران شروط صلاتنا ما يبري الجيران إلا مركا التوحيد كل إماده مركا التوحيد كل إماده كدب مركا سوحي بري الجيران صلاة يصونك يوحلميه مركا سيبري الجيران قف والباء ذاتك الدين تويرا يو أما ذاتك برا يونا ما شاء الله ربنا وكب الله به توحيدك وهي إلهي سبحانه وتعالى وحليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهو الله إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد بولا الله يا عليه الصلاة والسلام مدر هرت هذا وح رسول مدر إلا هدان ترنوحان فري جرني ووحيوني جرني أرقى لا إله إلا الله أما لا إله إلا أنا فاعبدون والتوحيد كما شاسوك بالله بجري ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومضوى البعلة وحليه وحاودرنا الرسول رسولك لدينا مركو قطة وددك سواح أبوها وكل هذه جري وحوها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلهي عابد سبحانه وتعالى وها إلهي للا عابد أما غير كيسا مسوكدس لا عابد زنا وهو الطاغوت كل ما يعبد من دون الله وحاسنا إستقتقع ساسي ليه جيران وحان جعلان لها مرك إن أنكب الله ونو نبي قلنا الصوبا عليه الصلاة والسلام نبي محمد بو إلهي صوت جيري رسوش الوقتي وحادو في عن مركات مقع عيسى مقشو إنه تكسر لده رجاء أن تجد شفاعته في يوم القيامة أدو الرجب بدن كقبو إنه شفاع عيسى كقو ليسى طبعاً انت قيامة مقع عيسى مركات مقشو كسر له اللهم صلي وصلي مبارك عليه مركو صادر إلهي سبحانه وتعالى ماشو أوهر وكب الله بي انتهى ذا إسلام فيه إنه ما كبو دقنا حقو كل شيء وما دي ما كده قنات بي إلهي سبحانه وتعالى أصادر دعوه دي سماشا سكب الله بي لكن وما دي نمبي قساسا وإلهي أصادر سبحانه وتعالى مركان كور رمي إنه وحانو الشيخ إنه أقول أهان ماشي لك صادر إنه محوها أغانو رسولك عليه الصلاة والسلام وحليه إنك الله الربيع بن عباد رضي الله عنه الصحابي لنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ولموسى الإسلام الصحابي قاس نبقى نعرك وليه عليه الصلاة والسلام جاهلية دي أسأل ولموسى الإسلام في سوق ذي المجاز سوق لنه ذي المجاز وعربت إسقو إيمان جيران وقت حجك أكلي إسقو إيمان جيران كقنع سن جيران قيرارك إيو حكموينك اللي إسقو نفسن جيران إسقو إيمان جيران ما شاء صار نبيك كو أركو لي عليه الصلاة والسلام مركو نبيك أركا يمحولها رسولك عليه الصلاة والسلام نبيك أن أركا أصر نهاية وهو يقول
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ساسبو نبي قد عليه الصلاة والسلام وفي بداية الأمر مركز أي دعوة بالله وإهد نبي كل جسم صعداء ذات يبو نحص صعداء صعداء يبو تجيا سفرية يبو تجيا أسكو إمادة يبو تجيا مركز أوحوله يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولا إله إلا الله لها والليبان إنسان نبي أساس له أيوة عنكو أركو لي سوق نار وسوق ذي المجاز والناس يجتمعون عليه تذكر أوصى أرورين وأوصى أرورين ويأكلوبيهن ووراءه رجل نمبا مركض بالصعدة ونكا نفتي سنين وجهي سأنور يفحوها قرح أي كم وقته وحقا قرح نين أي كم وقته حصي شيء أحوال أه أو إلدبايا أنك إلدبيت بانهنا وحان كم غلا علمتنا يقول ناهن القيد بوقبي وحساسا نمبا دب الصعدة أو إلدبايا نكا سوزوغ ديرتيني محوها لبا محوها إسكجوغ أما لبا قئي محوها ميت هوسي ميت كوري كل بيسن ننكا صدها يو إنه صابي كاذب ودب صعدا وعليه هو صابي وي دينتي أبياشي زي أويس بو كتغي بيننا لوي وحبها كقادرين نبولي ننكا صدب صعدا نبي قنوا صعدا ديب ما صفيريو قوة وحوة شقدي سبوتا وعليه يقول لا إله إلا الله تفلحو ننكا نوادب صعدا يو وعليه صابي وي دينتي أبياشي سبو خلافي وبيننا لأكرر ميسرين ولما الروايه ذا وحي قدره ان امرك النبي كورما يفير ان دير بو رسولك عليه الصلاه والسلام واقر احسنا نينك نفتيس كما لي دنين وغا لكن ايشو دبايه مركاس ان ويديون دحايه مخو يحي ويلكن دحايو قول لا اله الا الله تفلحو سمحو يحي ميدكن كلرن واسغرا دبا سخدو له حساب كذا مركاس علي ميدكا هوري وا نبي نبي قد مقشه ويه ميدكا دمنا وا اديركي ويه ابو لهب ادير بو يحيو سيدا أبو وجود دبل لنا يا ماشوا تقول الله صعدا وعليه أرجع عذار وإه حكتيس أرجع هيا عدي جا حكرا ملها وحبو الشيء وحبك ما جناك قاضينا رواية ذاكار وعشان ورجع كتب وترجع كتوراي لكن نبي جم من العسنين ضن يا حاجة أمي لنين ما نكوع لنين أفكك ما علنين هذا الكم قل عدين أدار كبو أها سأصنع ركوي للنبي عليه الصلاة والسلام نك الصحابة ولي موسى الإسلام المركع نبي قال تعالى تاكم بان أركو يري وحن كان الله وحاوي مركز وإسلام كل عسوبية هاي فريش هو مركز وإماده وإن كان الإسلام فريش انتازجا في كل آن انكسو إسلام كمر البو فريش هاي مركز النبي قال ماشو قبل الله بمحاية دلوسه جيدنه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وحا صحابي كان كلمحو وحا سقن لده عمران بن حسين حليا هاي أني في أبي حسين عمران وصحابي وي أز أبينا وصحابي صحابة شرف قارة يوتهي مركا لا أركو ويلي وأبي إسلا صحابة عمران وصحابي أبينا وصحابي وحان أتقنا وليها أني في أبي إسلا صحابة وحان أتقنا نبي عليه الصلاة والسلام مركا ولي ميسر إسلام أبها ولي مو إسلام ويل كان ودائيري أبيه بلا صعدة حديث كان وعسورنا يا محوها إمام ترمذي في سننه وقد ضعفه بعض العلماء واستدل بعضهم ونحن من المستدلين به إن شاء الله تعالى مركو حليه أبي بلس عدي نبي قوي ماذا رسولك عليه الصلاة والسلام مركو ماذا به الله اللي أضيك حسينها مركز إلهي كم إله أن تعبد حسينه مقاد إله بعد عبده بقى إله بعد عبده أيو كيري ننكي صحابي قلنو قندونا مركز مولي مركا إسلام أيو لسبعة تضرب بن عبده ستة في الأرض وواحدة في السماء تضرب إله بن عبده تضرب كل كي جوعان هل قرأ يجرا سماء هذا ما كشوفا من عرق الله وضو لغة العربية وح قرأ السماء ولو أديك سنكرا عرقنا السماء والله دها مرجو حيري وحن عبده تضرب ستة في الأرض وواحدة في السماء لح كل كي جوعان هل قرأ عرق يجرا مركز النبي قوي ويدي عليه الصلاة والسلام مركز رجاي نيسو وح رجاكو قلو وح أدو نيسو وطلب نيسو أما أبسيعي كو قشو كاد عسكتا مركز رجاكو قشو ودن إيو مراد أليضو أما أبسيعي كو قشو متكابات عسكتا واحد رجاي نيكاد كبري دا أما واحد كبغدو كاد كمان قشا مركز ويري الذي في السماء متكا كور جروبان مكان قلاو ويري شاكلا مركز دناناتو marka runta la dhaco mid kaas kor jiro baan bariya markay bariyo noqoto
maganqala hadday noqoto raasa maganqala nabigu wuxuu yiri lixdan dhulka joogto iskaga tag mid kaas korka jiro ku xiran mid ka korka jiro oo adigaba aad sheegtay markay dhibaato kugu imaato aad cuskato kaasa ilaa xaqa kaas ku xiran wax kale iska dhaaf waa soo islaamay saxaabiga asaga ahaa asagii wiilkiisa way islaameen waxay noqdeen marka laba isdhashay oo saxaabo bay noqdeen waa tusaale yar oon ka soo qaadayno rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa saasoo kale lamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu diri jiray dad ducaada tabliiq buu diri jiray ragga uu diray waxaa ka mid ahaa mucaad binu jabal radia allaahu canhu markuu u diray wuxuu u diray yaman dhulka yaman la dhaho rasuulka markuu dadaarminayo wuxuu ku dadaarmiyey wuxuu yidhaahday innaka ta'tii qooman min ahli lkitaab waxaad yaman ugu tegi doontaa qoom ahlulkitaab ah dadkii qur-aan kitaabka la siiyey dad ka mida sida nasaara iyo yahuud ayaad ugu tegi doontaa waxa ugu hore aad ugu yeedhayso ha noqdo shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah markaad u tagto sheega ugu hore waan ku tilmaami waan ku tusaalayni mucallim buu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa sida dadka culimmada laga doonaayo ardaydooda markay wax baraan inaysan oga harin waxbaridda keliya inay tilmaamo siiyaan towjiihaad inay siiyaan khusuusan waddanka aan ku nool lahay dadka ducaata ma laha meelo ay ku qaataan tareerin ma laha sida macallimiinta kale isguullada oo kale nin walba sheekhiisa u tareerine marka ninka culummada waxaa la rabaa daaciga inuu baro markuu aqoonta u yeelo uu baro ardaygiisa waxaa weeye waa haddana inuu towjiihaad siiyo u dadaarmiyo markaasuu yidhaahday waxaad ka bilowdaa kow aad fartaa inay muxuu ahaa laa ilaaha ila allah inay qiraan riwaayaad waxaa ku jirta oo ahaaba waxaad ugu yeertaa ilaa an yuwaxidu llah ilaahay inay waxidaan towxiidka weeye inay ilaahay ugu waxidaan ugu yeer haddii markay taa kugu raacaan markaas kadibaa salaadii iyo soomkii iyo axkaantii diinta ay laheed markaasaad faraysaa maxaan ka ogaanay marka towxiid hadduusan jirin salaad ma jirto haddii towxiid uusan jirin wax cibaado oo lala imaan karo ma jirto cibaado oo dhan waxay u khuduuceysaa in towxiid uu ka dhismo qofka marka horay marka dardaarankaas ayuu nabiga siiyey calayhi salaatu wasalaam haddaan suubanaheenna intaas oga harno runtii in koobana maxay u jawaabi jireen markuu intaa yidhahdo rasuulka maxay dhihi jireen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shay-un cujaab ilaahyadiibu wuxuu ka yeelay hal buu ka soo reebay ilaahyadii tirada badnaa oon caabudi jirnay ayuu hal ka soo reebay ilaahyo badan oo asnaam oo ilaahay ku sheegayeen bay lahaayeen waad garanaysaan gorgortan bay rasuulka la geli jireen waagii hore dacwadiis inay wiiqaan awood kuma quuniyaan bay isku da-een laakiin way ka soconi waasay markii dambe way fikireen gorgortan bay la imaadeen waxyaalo badan bay ku da-een rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah waxyaalo ay ku da-een waxay yidhaahdeen meel dhexdhexaadaan iskugu imaanno meel dhexdhexaada aan iskugu imaanno ilaahyadeenna sanadna la caabud adigana kaada sanad baan kula caabudaynaa marka heshiiskaas aan kala saxiixanno markaasa ilaahay wuxuu soo dejiyey iyadoo jawaab u ah hadalkii ay soo jeediyeen qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidu maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum waliya diin suuratu lkaafiruun baa la dhahaa suuratu lbara'a min ashirki baa la dhahaa suuratu likhlaas baa la dhahaa adiga waxaad u taqaanaa ikhlaas suuratu qul huwallah saxiix qul huwallah suuratu lkhlaas wey qul huwallah waxay ka hadashaa waxa ilaahay subxaanahu watacaala sifaatkiisa iyo barashadiisa ku saabsan nafteeda sabu nusul bay laheed marka intay u imaadeen ay yidhaahdeen insib lanaa rabbak rabbigaada noogu abtiri annaga ilaahyadan caabudna waa la yaqaanaa ilaahay ree hebel wuxuu ka samaysan yahay dhagax kii ree hebel fido buu ka samaysan yahay kaas diibaaj buu ka samaysan yahay kaa geed buu ka samaysan yahay kaa wuxuu dhoobo buu ka samaysan yahay kaa timir buu ka samaysan yahay bal muxamed ow allahuma salli wasalim barik calayh midkaad caabudayso adiga noo sheeg muxuu ka samaysan yahay insib lanaa rabbak mushrikiintaasaa yidhaahdeen isla su-aasha waxay ka imaatee dhinacii yuhuudi yuhuudda wafdi ka socda baa imaaday ibnulakhdab baa ka mid ahaa markaasuu ilaahay yidhaahdeen sif lanaa rabbak rabbigaada noo tilmaam waa fii aani waaxidin hal mara weye ilaahay baa marka soo dejiyey qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad qul yaa ayuha alkaafiruun waxay jawaab u ahayd mar labaad bay imaadeen marka taa qul huwa allahu axad waxaa iyadaa i quseysaa oy ku hadlaysaa ilaahay subxaanahu watacaala in lagu keli yeelo asmaadiisa iyo sifaadkiisa qul huwa allah kama hadasho salaad soom kama hadasho zake kama hadasho
barashadii Allah bay ka hadleysaa wax kale kama hadasho mowduuc u baahan si gaar looga sheekeeyo way qul yaa ilkaafiruuna waxay muxuu ahaa ikhlaas gelinaysaa ood ka oga bari noqonaysaa camalka aad samayni yaad camalkaada baad oga bari noqonaysaa shirki oo dhanba markii ay muxuu ahaa sidaa dhaheen u yidhaahdeen sanadna aankaadi kula caabudno sanadna annagna la caabud baa suuraddan soo degtay suuratu lkaafiruun qul dheh muxamedow allahuma salli wasalam baarik calayh yaa ayuha alkaafiruuna gaaloy warhoy gaaloy laa acbudu maa tacbuduun ma caabudaayo waxaad caabudaysaan walaa antum caabiduuna maa acbud idinkana waxaan aniga caabudaya allah subxaana wa tacaala ma caabudaysaan walaa ana caabidu maa cabadtum anigana ma caabudi doono fi lmustaqbal waxaad caabudeen ama caabudaysaan waa markaan tafsiirka marno suuratu lkaafiruun afar qool baa ku bannaan marka la fasirayo sayakuunu fii waqtihi biidni illahi tabaaraka wa tacaala calaa ayati xaal suuradda ilahi muxuu ku khatimay lakum diinukum waliya diin marka sidaas bay haddiyo jeer marbu wax la imaanayaan haddaan rasuulkeenna ka bilaawnay suubanaha waxaa la garan jiray in marka laga sheekaynayo dacwatu rusul nabiyullaahi nuux calayhi salaam laga soo bilaaba kadib loo imaado nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaan jeclaysa inaan nabigeenna ka bilaawno kadib marka rusushii kolay iyo qaabkay dacwada u bandhigi jireen iyo meeshay ka bilaabi jireen aan isla fiirinno si aan u ogaano ahmiyadda uu nooleeyahay towxiid ama diintan uu leeyahay waxaa muxuu ahaa nabiyullaahi nuux awalu rusul ila albashar baa la dhahaa saasay culimmada noobari jireen rasuul la diray kii u horreeya weeye oo say ku dhacday waxay ku dhacday nabi nuux wixii ka horreeyay shirki ma jirin macaasi ma jirin xaaladda way toosneed waqtigiisii markii la soo gaaray oy dadkii hallaabeen markaasaa ilaahi subxaanahu wa tacaala diray ambiye ka horreysa waa jira oo nebi aadan baaba nebi ahaa laakiin rasuul marka laga hadlaayo rasuulkii u horreeya oo la diray weeye nabiyullaahi nuux marka laga sheekaynaayo cimri dheer buu lahaa ilaa sagaal boqol iyo konton sano buu ummaddiisa uu yeeraayay dadkiisa waxaa lagu magacaabaa qowmu nuux hawiyadooda ilaa hadda la joogo culimmada ma yaqaanaan maanaysa sheegin marka laga sheekaynayo qowmu nuux baa la dhahaa ilaahay subxaanah wa tacaala baa qowmkiisa usoo diray muddo dheer buu u yeeraayay walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmih faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahi gayru ilaahay wuxuu leh nuux baan dirnay qoomkiisii baan u dirnay markuu u tagay muxuu ku yidhi yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahi gayru warhow ilaahay caabuda ilaahay caabuda midaan ilaahay ka ahayn subxaana wa tacaala oo macbuuda malihidiin ilaahay baa cibaada idinku leh asaa idin abuurtay asaa macbuudka jiraa ilaahay caabuda saas buu ku dhahay laakiin qowmu nuux maxay sameeyeen way ku kufriyeen way ku caasiyeen way diideen in yar baa ka rumaysay markuu ku daalay yuu ilaahay baryay subxaanahu wa tacaala inuu halaago rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara kadabat qowmu nuuxin fakadabuu cabdana waqaaluu majnuunu wasdujir fadacaa rabbahu anii maqluubun fantasir rabbi waa iga taalla uu yaray sagaal boqol iyo konton sano buu qaylinaya culimmada waxay leeyahy waa intuu daaci ahaa sagaal boqol iyo konton sano cimrigiisa ma aha cimrigiisa waa ka dheeraa intuu qaylinaya maxay ahayd sagaal boqol iyo konton sano markaasuu isdhiibay muxuu yidhay rabbi innii maqluubun fantasir rabbi weysad baa iga jaban ii gargaar ilaahay muxuu sameeyey subxaanahu wa tacaala amar baa la siiyey markiiba waxaana loo sheegay wax kale oo rumayna inuusan jirin wa wuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qowmika ilaa man qad aaman ilaahay baa u sheegay waa la waxyooday qoomkaada ka sabara la dhahay wax kale oo ku rumaynaya ma jirto intid haasato gacan kugu jirto intaasaa kula tolaa wax dambe oo rumaynaya ma laha ilaahay baa u sheegay wuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qowmika ilaa man qad aaman falaa tabta'is bima kaanuu yafcaluun waxa ay samaynayaan shirkiyaadkan yay hala murgin nabiyaasha way murgi jireen nabi maxamed calayhi salatu wasalam murugtiisa intay gaari jirtay markuu arko qoomkiisa oo xaqa diiday ilaahay waa kii lahaa falaa yakun fii sadrika xaraj soo ma ahan marka waa murgay nabiyullaahi nuux marka la yidhi warkaas ka bax wax rumayni ma laha oo maxaan samaynayaa wasnac ilfulka biacyunina wa waxyina walaa tukhaadibnii fi ladiina dalabuu innahum muqraquun meeshaad ku badbaad laheed yaan kuu sheegaynaa doon samayso doon samayso baa lehay nabiyullaahi nuux calayhi salaam kuban waa la halaagi hana u shafaca qaadin oo igala hadlin oo rabbi ka daahay dhihin tilaabo baan ka qaadaynaa wa yasnacu lfulk wuxuu ku hoolan yahay doonta inuu samaysto maxay samaynayaan marka wa kulamaa mara calayhi mala'un min qowmihi sakhiruu min way ku jeesjeesayaan waa waalan yahay wuxuu samaynayaa un tusaale maanta wiil yaroo buule masuuri ku nool oo suuqaas intuu meel ka furtay leeyahay diyaarad miigaan samaynayaa maxaad ka aamin lahayd maxaad dhihi lahayd saasay u qaateen camal arcanugaba waa la yahay wax u sheegaa
مركو عليه وواليه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون اسكوا ذا نقول جس جس ما علم بان أنا جنا ما علم تنا سجينا ما علم بايدن كجس جس هنا ما علم بايدن كجس جس هنا إلى محيري حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور أها قل لحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل يا إلهي سبحانه وتعالى بيلا أمر كان مركو يمد بيبا لغوها لا جواب ما قشان إركبا بيا لغا سوداي ركبا بيا لغا داي ما لا أن بيا لغا برا ننسيدا محوها ما لا لغود دبا موفها ما لا جكونيك دبك الغشتا يا بيا فكذين بركاس إلهي بيلا إركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها ومرصاها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم بيه بأسقوف كذا دون تقل الله هذا قاعدين أنتم كل عدد دون تقل دون تبى الله صبينا سا وهي تجري بهم أها في موج كالجبال موها هركبا وحلا كذا سيدي موها بوره كلي ما أدري شو بيقوله كلا 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 موها كلا درس عطا في موج كالجبال مركز النبي نوح إيه الذي سيبو ديبو في ريا ويل ولا لبو تبي كان عال نجرو خير لواها وهو أرك أسو كسوا في معزل مال دون تكفك أسود جوجو مركز ورنا واقم حوداي يا بني يركب معنا ولا تكن من الكافرين ويلكي وصاكر وردون تصاكر والكافرين تكون ألا كفر حكيم ابن قنين محودة مركة ويل دروغستا أو خمرستا أو حشيشتا أو بنجيستا أو قادون استبوها محويري محوك جواي مركة سأوي إلى جبل يعصمني من الماء أبوها فسحانتاي أو محاسميني بورتا سنكوريا نبي وهاي عليه الصلاة والسلام لا عاصم اليوم إلا من أمر الله إلهي أمر كيسا سبحانه وتعالى ما توحك ورتكر مجرته إلا من رح يقف قصقون حرست موية شاكدي أو سعطه أيهيرك كالقرية وحال بينهم الموج فكان من المغرقين كان عاصا سكوتغي أفر ويلبو لها يسير كقرية أفر ركبو لها كان عان موي إنت كلاويها قاقين لكن كان عان خير لابو النقضي سيدابو كوتغي مركا نبي الله نوح قوم النوح بقران كهو يقان مركا لقوا الرمايو قوم النوح بالدها مجا عقاري لو ميقانو ميلاه يدق جرين سيفي عالو ميقانو دو انت مركا يدق السي او بيه انتي نلكي اين وعشة دي إلهي أمرو سيي محو يرادة يا أرضب لعيمائك ويا سماء أغلعي أها واستوت على الجودي وقيل بعد للقوم الظالمين دو انت ماشا يكدك تي أي علمنا انت بضن تلمامانا بور تلده جودي ما يعيك لنا والو يقاننا طلو ما تركي با علماء با يرادين طلو ما عراق با علماء با يرادين عراق با نوحوك بلانتها إن محوها أي كتال كاس مركا وحوها نبي الله النوح محل شاهد كان وإلهي مركو صوت دلي انتوك باللابي وحوك باللابي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهي غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ما شاسوك بالله نبي الله النوح عليه السلام وحان فيرنا أسنا محوها نبي الله هود عليه السلام نبي هود قوم كيسا عاد بلا نهجر عاد ري عاد أي يهايان محال محيدة كناجر يمن ماشا عاد مقشان محوها أحقاف ومحوها أحقاف وادق لنهجري واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذور من بين يدي ومن خلفي يمن بيدقنايين نبي الله هود با إله أدر سبحانه وتعالى مركو أدر محويره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قوم كي قو إلهي عابودة أسك مدان كهن مليه دين أسا الله توحيد كقاتة سياسة أولادتك يمحوها النبي الله يهود عليه السلام ما يرميين ما قوم حوك بضنبايا هايين واي ووينايين واي كبرين فأما ثمود فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة وحيرا دي أنا حوك بضن أنا يا أنا حوك بضن إلهي سبحانه وتعالى وأهلا غي وحالغو صدري الضبيل بالغو صدري بابا بالغا بغي صورة الحاق إلهي مركو كغور رمايو وعليه وحاد مودة أعجاز النخل خاوية قيدة وين الدبو والتميرة جرد ككهربات مودة ساسي وداسيين وحوق بلن بايا هينو وويناي نبي الله يضاوي مانو صالح عليه السلام ثمود بالغو دري رأي ثمود انتاي دقنايا وحالشا غينا يدقنايا نولكن بقرتوية سعودي كتا كتاليسو قيب كميدة باي دقنايا قولك سيد قرين مدائن الصالح مدينة بي أدوائيين سيدة للتلمام هايو نبي الله صالح با إله أدري وهو هذا الكرب الله بي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم سياس بوغيري سيرادي سروسي شيكو ريسبو راعي لكن ما يلين ما يوايكو كفري ويديدن ري صالح قوم ثمود ويديدن وهاي كدل كدل بدن أيغو عناد يوم الحداق يوم نبقى نعدمان كوضا إنو أسو صارو هل دقح ملكو يالا بحيدا هل لو غصو صار دقح هاشي بو إلهي كسو صاري هاشي مركي بناكي إماتي هل بركي سنباي إهد أنا على جوارب جري مالن توارب قيدا إسكال إهد دود كل جدا دي عجرت مالن بقى أقول نت مركي وارابتو أنت واحد سكون نفلو مش جوجنا أنا إهد ولا قدر جري هاشي أيد إهد معجزة إهد ناقة الصالح باي أنت أوت شدان شرقولين نين خير درنا خدار بن صايف الأجر أدرين يا يبغ مجوية إلهي واهلاقي سبحانه وتعالى يجنا الهلاقي قايل لي يقول قرير بالسكوت دري أبر بالك دقي نبي الله إبراهيم شقنا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه نبي إبراهيم ودعا يا اعبد الله ولله عابد كربقا ساس يواسك ركب الله بي. نبي إبراهيم ووريق الجري داعب أها أبو الحنفية أيمها أبهد أها أبو الأنبياء لو يقانا وها سيخدم خدم بيو نبي أسك يقلين فرع أولها محوها أصل أها يقلين نبي الله إبراهيم دعوة سوحاقة لوط عليه السلام فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي دعوة سيدك في لوط بوها لوط نفتي سيلاهي بادر نبي بالله دورتي نبي بو النقدي قوم كيس قوم لوط ما لو يقانا أردن باي كتا الله ماشي يدك الجرين بحر الميت محوها ماشي الأجري ما قالوا إنك محوها سدوم يعمور محوها لو يقانا ما قانو عويكا حلقا سيدك نايين بغن حمبا يشتين قوم لوط كيس قوم ري رسولك يدي جري عليه الصلاة والسلام أيقنا ولا بابية قولك على لقوي أنت لقادة قول لدبا قدية كر لوقا هذي أيا سمتها لك السطور محل شاهد نجد نوحاوية أنبياء إلهي سبحانه وتعالى أصدري مركا يوي مادان تلقو ذا حقيك بالله بجري توحيدك سواء ماشيك بالله بجري كدب الاسكوكو إيماني جري صلاة يصوني عبادة تهديك لي هذا نحوها توحيد كان في النوى حق إله سبحانه وتعالى حق وألا إسكالية هاي ويان نبي قال الشيخ عليه الصلاة والسلام صحابي قال له هوها معاذ بن جبل بوحليه نبي قال قاديد لصارنا عليه الصلاة والسلام كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قاديد بها النبي قال لفوشرا عليه الصلاة والسلام مركز ويدي وحيري أتدري ما حق الله على العباد ما تقالنا حق إله أضمه كليه مركز ساري الله ورسوله أعلم إلهي رسولك ساكرنيا حق الله على العبادة نميقها جوابي حق إلهي أضمه كليه وحاوهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إن عابدان إلهي سبحانه وتعالى عبادتي سنة أي عدك لكل اللارين عدك لكل حيسين ساسي نبيك جوابي عليه الصلاة والسلام كدب ويدي وحيرا أضمه دي ساسا ميان متقانا وحي إلهي كليهين الله ورسوله أعلم إلهي رسولك ساكرنيا من دهي ولمعاد وين هذا سيدا سميان إلهي نوح بلن قادة يونس عذاب توحيد كواحد كله عذاب تلوغة بدبادة يو دادك هاد عن كسو شاكينين ومد بضم بان كشاكين والله لاغي يقار لبدباد يي انتي بدباد محيكو بدبادين مركز اسوي جسو توحيد كاسبيكو بدبادين انت الله لاغينا وحي صفب النقضة توحيد كما يديدين سيدا سبايم حوها يكوها لاغ سمين توحيد كمركة وحاوية وشيك كله وقفك وورسيد يو إنه قول استوي وشيك كله وقفك ورسول الدنيا أخربة إنه الليبان قاروه وحاجر التقسيمات علماء التقسيمات بيسميانا توحيدك وعلى قيبين أنت سوقيف سماء قاربا سدح وقيبي قاربا لبا وقيبي قار علماء كميدة وايد ديدان وحيرا دور توحيدك قيبين فراك قادة توحيد لما قيبيو فراك قادة أنت لما قيبيو لا يدهي إيو أنت لا يدهي وان قيبيني لا يدهي ويسحيهن قرمات أغاني سعيني سحيهين مركز فهنت وحي كهالليا حلقة من إيرادو توحيد كبال لقيبية سام بالاسمي لكن مركز فهنت وحي كهالليا وهي مركز أغاني سو إنا إلا مضبا سحيهين معايا لمركز اللي توحيد لقيبية وحي مع علماء كهالليا والتقسيمات للرب وقفك أرضيك إن لغو سردو ويوفهنك قفك أرضيك إن لغو فهنسيو وهي التوحيد أفصمالي هدان أبدله وإلهي أولك ليالو وايا محان إلهي كوكا ليالي محو يا وحان إلهي كوكا ليالي إلهي وحان كوكا ليالي سا في ربوبيته رب النماذج كوكا ليالي سا أنا أساق خالقي هاي خالق الكون والكائنات هاي أساق أنه رازق هاي أساق أنه منعم هاي مخلوقات كوحي أساق صهر أونك أنه أساق مخلوق هاي أساق أنه خالق هاي
توحيد الله بأفعال العباد بلدها تاسد كرمين سا مخلوقات كسا إسكال أسار أبورت خالق أنو يهي تاسد كرمين سا رعيرك يا أبوري أسا أبوري قلك يا أبوري أسا أبوري أنك يا أنا أبوري تاسد كرمين سا حدنا عمل كأت سمين سو عمل كأذيك أت سمين وارد الله وكل يشاء أعيدك يا أذك لنا حيسين وعلى توحيد الله بأفعال العباد وتوحيد كله توحيد الألوهية عمل كأذيك أت سمين إلى الله سبحانه وتعالى برحترته سأسماء وصفات أسماء هي صفات كإله وسكشة سبحانه وتعالى إن أتكوك ليشو مركا كاسا وحيدها أنا تقسيمات كاس مركا وتقسيمات لو قلت لك لهم أرضيك وحلو قفهم سيو إيه توحيد ما قيب سم الله منا قيبين إيه فان كان لقوص دوين يا مركا لور إلهي كليال وإلهي معنكو كليالا ربي نما لكو كليال توحيد الربوبية لدها توحيد الله بأفعال الله بأفعاله سبحانه وتعالى أسقى أولو يهي وحا أبوري مخلوقات كدن إركا أبوري قلك أبوري محانكو كلي يرى أوكلي عمل كاسمين أسقى برحتر توحيد بأفعال العباد بلدها محانكو كلي يرى أسمادي وصفادي اسكر أسقى اسكرين أكو كلي يرى ما وحبا لقي بيه بس أرضي قالوا سوى يفهمك خلاص أرضي قفلوا تسدي توحيد المعرفة والإثبات توحيد الطلب قارلا بي أقيبين انت او تقسيمات بولاي هي اي علماء دو قيبيان انت انا waxay ugu tala galeen in qofka ardayga lagu soo dhaweeyo fahanka bas intaas laga raba oo la jeedo kale laga leeymala marka tawxiidkaada wuxuu tawxiid noqonaya marka ilaahay subhanahu wa ta'ala aad u qirto asagunu yahay khaliq asaga cirkii dhulka buuray amalka sameeyna asagu barixtirto hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala aad inkirto way noo iman doonta أما إلهي أدحه ولا ولا جنسه كفر يا شركي بات كل عدي عمل كات سمينا سنة وحكجر مالها وحكجر مالها وأرين أبا أن تتك مسلمين تا إلى يفوج جنام فربضا كقاتان أرين تعيضة مركا إلهي سبحانه وتعالى وحلا ولا جنسه مركا عمل كذا وحكجر مالها وحكجره يومل وقارا يو يومل وكريلا يو مدنا مجرته وي مدنا مجرته وهذا مركا كل عيسى وحلا ده الشرك الشرك وايتن ولا لها اي اسكو قبتين اهميه التوحيد وخطوره الشرك شرك يا سغا ما حالا دها وايه الشرك باختصار صرف شيء من حق الله تعالى الى غيره ما شرك لها شرك هو عكس كيها كو يحي او ابوسيت كو يحي ددك ري مغالكا دان او جلعنه توحيدك كسور جيدا توحيدك يا مخو ا شركغا ما كل مكران اسكو ما ايمان كران سدا يدب يوم هو بيا بعكتنا وكل من الآية وكل من كرا بلاها بردبا كسوف كذا لكن سوى أنك عميسنا هاي وهي سماركس سيدا إضافة التموين أي وكل من كريم يا نبا كو قبيا أنا وعيد حيرا دي اسم عركي كرنو تموين باتا أنا إضافة ما نهاي قرد اللوقة دا يقانان تموين إضافة نها الكلمات سلوك مجين كرو توحيد كماركو حيسكو يهين يو شرك سيدي التموين إضافة اسم عركي كران توحيد مركو يماضو شرك وابا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قرمو يرى آيات داس قرمو يسود دكتي سقرمو نبي آخر عليه الصلاة والسلام مركو مكة فتح مكة أسلام تمركو بربرين آيات يو آيات داخرنا جاء الحق وزهق الباطل توحيد كدو إما ذو الشرك فضي ومي ألا حدو الشرك إما ذو التوحيد ما شاء واكتك اللي اسكو مهايو شرك محلنا صرف شيء من حق الله إلى غيره وإله حق إيسا أعيدا إله كان سبحانه وتعالى لولو حيوي حق إله إسكالها يا وحلول لحي أولسيي إذا الإله يسكال سبحانه وتعالى وشرك والكفر يطلقان معنى واحدا انت بل شرك يو كفرك هل بالك سوقاله الشرك يو الكفر هل بالك سوقاله مشرك يو كافر وأسكمت ويا انت بل سداسة لك سوقاله وحانا ويا إلهي ولبين يو سبحانه وتعالى لديده وحالك يا أبا علماء قارنا يكلس صاران شرك يو كفرك ايكو كلا ساران شركك وحلو يقاننا إن لعابدو محوها أوثان لعابدو أسلام لعابدو أولياء لعابدو حدق لعابدو إسلامركا قفكا سيدا السمينا هنا إلهي جريتان كسوقيا يوسن تدرين وإلهي وجرا حق يمونكو كل إمركو دارنا يا مركا لك كلا ساران وشركي يكفري مركا شركي يكفري كلا سارنو شركك وحلو يقاننا قفكا أنو عابدو أسلام أنو عابدو شيء مخلوقاتك كميدة لغحان بو عابودي او محو عابودي يا حدقيه بو عابودي قرحدي بو عابودي اولي بو عابودي اباي بو عابودي واصامرتي دادك ووما يقانان الحمد لله ولا يقانان
انت فالتاي فرتاي ابا افادو ماي نبي والا سومري باي سومار كورتي او كاش كا فام بونيدو كالما لغا ربا يا وكر كر وا صحن وي وا صحن اديك اد غانت كو قرته وي ليا ملها قفكا مركو كو جيرو جاهليه وحال با كسورته غليا ما هي سمين جيرين صحابه انت سن سو اسلام جاهليه ما هي سمين جيرين واكيد تمر انت كسميستان اله يا سلام مركاي بادان يا ابي جي ام هو اي عن جيرين مركا اناد كورتا مرنا كو ريد صورتا كو ريدتو مركا مرتي كو يماتو انا صورتا كو ريدتو هادي لا باد دبك اد كو قادتو هادي ويل كلو كو قادتو لا وايو مرنا اد هادو كورتي يا كاش كافان بنيدو كالما لغا ربا كافان ما فاهمين ادر كافان مخو ياي ما فاهمين كافان وخو ياي بونكا لاكي ورنا قانا اسو كافي بان عبنا هاد مالما هان دنباي وا فيعلال ان اسكا دوبتو caafimaad bay ku sheegan dadkii hore madaxa la marsan jiray in laga wada carro ma wax ilaahay xaleeleeyay laakiin wuxuu halaabaya markii wax laga dooro markii la barakeesto buu halaabaya ama hadii risq ahaan iskaga cuno caafimaad buu leeyahay sabab asoo lishin baa lishaan loo kariyo baan isticmaala kafe baan ugu yarna dhibaato ma laha laakiin markii baraka laga dooro markaas way markaa sheekada halaawda way markaa sheekada halaawda markaa dadka waaweyn waa ka sheekeynayaan anagoo arday ah markaas bibilaabana waxa xabarashada ardayga markuu bilaabo xamaasad buulee waa iska taqaanan markii noola xiray madaristii baan baadiyaha aanayo anagoo dhowr ay israacnay markaan nahay waxa weeye dadka waa inaan diinta gaarsiina sax weeye culimadeena baan ula daarmeen markaa tagtiin muxuu ahaa waxaad u sheegi kartaan u sheega marka masaajid ku yaalla tuulada aan degnaan tuulo kamid ah yaan isku bedelaynaa aad baan u dadaalaynaa laakiin aqoontiina waa yar tahay khibradina waa yar tahay marka mid anagana kamid ah baa untuu dhahay karaamaatul awliyaa baan ka hadlayaa iyo awliyadii halfa u qaaday inta suubanaad iyo intii muxuu ahaa lawsareed buu isku dartay isku daray isku qabtay la wax la kala reebaa jirtay soo ma yaa ila awliyada wax la diiday maaha ilaahay baaba qur-aanku sheegay soo ma marka waxaa weeye asagu wuu isku qabtay wadaad adeerkii ahoo magaalada degana tuulada maqaaxi shah macaanna lahaa yaana soo waday saddexdeeniba afar miyaanaynama saddex ma aqaan shah buu nasiiyey amin casir ay ahayd aabu wuxuu yihi waad fiicantihiin muxuu ahaa dadaalkaad wadiinna wax fiican weeye laakiin waxaa idinkula talinayaa wax idinla faci ka hadla awliya maadan gaarin faca seerkii ka hadli lahaa weli maadan gaarin marka wax idinku faca ka hadla weeye asaga markaa waxyaalaha waxaa jirta markaas ka dhaadhacsaneed ilaa hadda waa noolya alxamdulillah aqoontiisa way fiicnaatay cabada muu ka fahmay marka wuxuu yidhaahday hadda ka hore waxaa dhacday islaan la ajra maama hebla oo waayeel ahayd yaa ari ka lumay ari baa ka lumay marka arigii bay raasanaysaa ayadoo arigii raasinay baa oraxdii gobolka inuu dhaco buu ku sigtay markaasaa soo hore roob la dhaho maqribu maqrib oo dhihi jirnay waa roobka maqribka soo hore wey marka way walwashay ariga oo baadidii oo maqan oo la helin iyo roobka isa soo qabsaday marka hadal ma jire markaas xaytha ilaahayo oo sheekh ebelow nin marka awliyada dhulka la xus jiray kamid oo hadda magaciisaan sheegaynin iyo ilaahay baa isku qabatay subxaanahu watacaala tacaala allahu camaa yasifuun labadi baa isku qabatay ilaahu oo sheekh ebelow eelahadii bunki waa duban yahay erigeyga haddaad muxuu ahaa aad keento wey eelahadii bunki waxa weeye waa duban yahay wey shaqar way waase kharashkaa kordhiso dhee marka soo oga sheekaynaya si quruxsan buu oga sheekaynayaa marka hore eele bunbay joogtay kharashkii bay kordhisay kharashkii yay kordhisay wiil yaroo ii dhashana wuu la socdaa calaasha markaasa tiri ilaahay waaba hel awo sheekh ebelow ereygayga haddaad ii soo saasho wankaadii waa qalan yahay wey wankaadii waa qalan yahay arigii baa heshay ilaah baa usoo sahlay reerkii bay tagtay arigoo idil baa la helay markay maalin joogtay maalin labaad joogtay baa wiilkii yaraa wuxuu yidhaahday muxuu ah hooyo aa ballantaad qaatay oo sheekh ebelow wankii loo qal rabay aawaya war hooyo wax ma ogide erig unbaan ku raasanaya iga aamusay tiri erig unbaan ku raasanaya iga aamusay marka awliyada marmar qaal waa la khayaani jiray ayada naftooda ayagoo dhibaatadaas jirto yaa la khayaani jiray dadka weyn la sheekeysta dadka da'yartaa waxaan kula talinayaa dadka weyn hadday culimo noqon lahayaan iyo hadday dadka waayeelka odayaasha noqon lahayan wax badan baa ka faa'idaysanaysa anigoo dacwo u socdo yaan tuulo tuulooyinka ka mida baan baryay habeenkii marka waxaan maqlayaa nin baa habeenka dhan caawo dhan u hadlayaa wax buu qaadayaa waxa uu qaadaya wax waan ka fahmayaa oo wax fiican wey laa ilaaha ila allahu calayha naxyaa wacalayha namuutu wacalayha nubcas taas hadi yaa ka macaan badan waa wax macaan soo maha alaab kalena wuu ku dari markuu waag baryay waan weydiiye waxaa le nin waayeel oo sagaashan jire oo indhoolo weeye marka waan u tagay waan ziyaartay meesha baa nag fadhiistay waa la sheekaystay wuu i kaftamiyey muxuu ahaa wadaadkii shalay tom intaa ka hadlay miyaadi ahayd haa
سؤال أبو إيوه ويديي وحاكمدها وحير هذي جماعة ما يقاي كحر مسا جماعة جماعة عدد كي كحر مسا ما يقاي مركب السؤال ولا قلي سؤال أيو ولا قلي شيخ محمد سؤال شان كذا جوابه سو حاول قرب عينه نقاده هذه ما شافعية بتهيرت ما هذا هذه ما مذهب كذا يشك مركز سؤال شافعية ما نعم عكر آن لا بس أفرتك حسابتون إذا أفرتك مركز يشوف أو كروفافة مركز جمعتك وأنا كسيد الربيع ده سير الله بعنا سير الربيع الله بعنا سيدوه مركا على يتحال دوق مركو يشكي والله يشكي أنا حد لبوي يشكي ويالي لا صمر ويف فرمي قفك مركا ضربته إنا تفر فرنته محوها معلنك وحاجر تما ما عرب دور نهزه معلنك يو دكتور كبا دتك ما عويان هذا اللي احترامي وياه دكتور كذا احترام موجود واسو كم عويناي معلنك هذا احترام موجود واسو كم عامين حبك ما براي مركا صوف فرمي وزوج جسدي ويالي حد يجرب ويجا ورمي حيره خير والبا وحولان جرى ولي وقارة رهبل ولي قاس بيا هاي لا هاي رهبل بلنا جرى يو ما شاء أبوك حب على يهاي يو رهبل ولي قاس ولي نقدر تشرر كنا ولاد كمل جرى بعدين ولي هاو حقك وحبض مصوتري مارك نبوا كشيء كي والله دع دوي النحت اللي ويصوم عليه وحمة قرطه علم هذا محوا دون كلا وحيلا دعوا على قرة ما هم هذا وحيلا قصوا مري واقع يده محام هو هم حقه ويا بدنا وهاي ويا بدنا ويرنين ما ما كشرته ولي هبل وان مغلان ده ما قاس يا إيه ماذا يري ماله بوي ماذا أنا بقى روسا إن يالا إن يال ما تقانن يا إن يال ما لا يقانا ده تم لا ما يقان يا حتى إن يال ما مره مركز أقول كم معنا مركز روسك معنا ومركز شيء عامر صدق تعالى دب دكان تومين ها مركز صدق تعالى دب دكان تاوي صدق تعالى مركز دب دكان تاوي ويبادية هي وحص يا لقى هنا مركز بوي ماذا يحير هذاي وعم كوي مت إن ماذا حيقة طوبة ماذا حلقة هيا إن هذه طوبة ماذا حنا مركز صحيح waye ina kaaran ku toobo waye aqalka arooska marka ay dhisanan wuxuu yiraahay xeerku wuxuu ka xiga dhankan u rax u dhac geed marka meeshii igu yaalay yaan hoostaga waxaan kaaran ku toobe maya inta lagu meeto yar meesha ishaarad ma qabateen ma qabna meesha ishaarad qabateen tagayna nabad reerka buu dhaxmariyay dhanka u rax ka soo bax buu i geeyay waye meesha ishaarad qabatay meesha ugu toobo waye waaga uu xal isku toob jiray u yiraahay hada waxa ay ilbax lama gaarinay gees biciid iyo wax noocaas ah soo ma jirin ya marka dhigi waa la soo dhuuqaya toobin ki qofka afku u galaya marka afkaad ku dhuuqaysa sida aalad u akale waa suud iga sheekay kolayadaasha baa joogan marka wuxuu yiraahdaa markan intaan saaray dhigi hore aan soo dhuuqay oo tuf yiree yuu booday marka maxaad u tuftay war maxaad u tuftay war maxaad u oo maxaan sameyn lahaa warlaq warlaq inkaar qabe oo maxaa waye burhaanta igu jirta baan rabaa inay kugu wareegto aniga waan gaboobay waayel baan noqday waxaan rabaa burhaantan igu jirto inaad ku wareeyay inay kugu wareegto adiga waxaan soo xasuustay saaxirkii ma taqaanaa ninka saaxirka ahaa oo samaydaat al-buruj ma barateen tafsiirkeeda ee dhigi jira boqorka waan gaboobay hadda kadib saaxirka kama shaqayn kara wiil yar oo ku baro saaxirkii kan wiil burhaanta ku wareejinaya mar labaad baan ku noqday wiil markaan soo buuxsay afku yiraahdo war laqlaq burhaanta ku wareejana waan tagay markaas aan la qabay mar saddexaad ayaan soo dhuuqay mar saddexaadkii marka waxyaalaha un xinjira iyo burjidaax baan soo raacay jirka ay galgashay weer markaas warlaq meesha ugu fiicnaad waa waa la qabilaa dar soo yaab mo ikhwani marka ay jahiliyada ay badato jahliga hadaan diinta la baranin dadkana ay baranin wallahi alazim xaalada waa lagu noqonaya maxay la waxa looga bixi kara diinta la barto diintii laga barto dadka inta uu qofka diintiisa garanaynin maskaxdiisa waa la gumaysanaya ilaa hadda maanta maskaxdu waa iska gumaysta hadii dhaqankii waagaas jiray maanta uu zuulay oo kaal intii dhuuqay toob laq aysan jirin qaabab kale oo fara badan soo ma jiraan oo maskaxdii iska gumaysto oo qofku waxan diinayn diin looga dhigaya soo ma jiraan waa jirtaa mar dhibaatooyinka waa jira markuu sheekadii ii bogey waxaan ku dhahay ka waran aabo hadii maanta noqon lahayd xaaladdaas oo kale intuu ku imaado tusaale ahaan maba dhacaysa intuu god ka soo baxo ku dhihi lahaa wallahi wuxuu yiraahdaa bakooradan aan kala daal lahaa yiraahdaa bakoor agtaale tan aan kala daal lahaa maanta aqoon u maleeyaa aqoon laanta ugu gaad marka ikhwaani shirkiga marka waxa weeye in qofka uu caabudo أوصان يو أصنام سيد مركا لك لفسيرا ويشيرك يو كفر وي إسلا مركاس إلهي وقوة سيهي تا مركا واحبا ما ترأيسو واد دوحيد كي علمات مركا يكلا سارا يو يقانان توحيد الربوبية وهو الذي أخر به المشركون واميد كي مشركين تقران مركا ليرا دومن خلق السماوات والأرض محي ديجرين لا يقول إن الله ساسي ديجرين إلهي ويقانين إلهي ويقانين إلهي عرك يا أبوري دولك يا أبوري محي ديجرين الله haddana markay noqoto cibaado asraam iyo ilaahay ayagu gaar u sameysteen ay markay lahayn jireen saasay markay kala soo cayaan
مرك كفرجا مع الاعتراف بتاع مرك وحوي قاف إلهي وأقول سيهاي محوها حدنا وحبوك جرب وضع وحكلب عبوديا كفرجا كعام سنة مرك الله في ديو دنكاس وها مرك أن كلاك أنه كفرك أنه قريا الإلحاد إلى ما أنت لجوا كوا وحلت تغيهن إلهب مجربة سبحان الله ما أنت لجوا ملحدين بلدها أو عرك يا أبوري نلك يا أبوري وإسكان نقطة الطبيعة طبعا هذا إسكا أعطي شيخ أحمد ديداد بلدوجي رحمة الله عليه شيخ أودا شيء محوها صافك أودا شيء إنديان كها إنديان ميوها مسوي شيخ أحمد ديداد رحمة الله عليه سؤال شخص أرن نوع سوء باي ولا إمادين وحيرة دعيرك وإسكان نقضي نلك أنه إسكان نقضي مركز أو حكوي رادي ما بوقتين بوده ها ما بوقتين وعايدين ويدنا يرادي نينك اللي دولا يحود هاي قال إن كان أجابك كودت وحيلا أغير وقال إن كان استعماله قال إن كان ياسا ميوير ورشت بلا ما صار صار تورا لبس كان أكوت كان يو أتكون لبس أنت يتاعك ياسا مية ورشت بلا ما صار صار تي ساعد ياسا مية ورشت كنت الله حق تبان ما صار صار تي مركز ويرادي وحاط قرة تورا هاي وحياريه لا 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 ابن آدم كسن عزيز سكمل دهات إلهي مخلوقات أنت نسكوها جاء لا سما يستنا واد قرت واد اعتراف توحدت ورشدها صو صارتي مخلوقاتك أنت لنا عرق يقول كلهانا مخلوق أبو ري خالق أبو رتبة ضفر توير ما حقبة أنت أتكو عرق توير واحد كان نقضي ولي ما عرق واحد كان نقضي هب اللينك اللي رجري به الجوري أو حاودي سن كوفية جدودة أو يهودي سه بلاد وبو حق كل هايو واق مركو بريهم بالله عرق الجوري كديسن ما دعت ولي ولي ما دعت بلاد كسو بنانهم بالله عرق الجوري كديسن صورة كلمية يا قف كسو تاعنا أسعدي أمبو عرق قميص وقشن جيكوني وباودي سما صلاة وحوس عند الرارك وجيكوني الآن حد يواك بريا بال جيكوني وكوجا أنا عند رد الوكر يا بالله يابله يا ديسن ولا ما دعته ما دع مرك عقل علنت شاقة كم إذا هاد ساد مرك كنت في رسال والله العظيم ذات كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لغة العربية ويا قانين ولا ما يدوا فصاحب بدن بيا قانين قار كم إذا أيقوا إسلامين بيا قرآن كم مقلين جبير بن مطعم صحابك لأجل قال أنتو إسلامين كهر قبل إسلامه يا وحولي يا وحان مرى النبي عليه الصلاة والسلام مغرب تكرى يبان مرى النبي قال مغرب تكرى جبير بن مطعم مركا ولي مصاصة إسلامين ولي ما إسلامين رسول كان أقمره إلى مساجد كيسا مغرب بايه مغرب تكرى صورة الطوب وأخرى النبي عليه الصلاة والسلام أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أيضاه بو أخرنا يراد لكن مركا إن عرب وهي لغة العرب وهي قاني مسلم بو يعاني هو فهم معنيه باو الدعي معنيه باو الدعي ما هي قال لسا آيات إله وحليه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كما اللي هان لتاير إله مجره يا أبوري ما مال إلا لك أبوري إذا من غير شيء وح أبوري جرين ما يسكى أبور مين أم خلقوا من غير شيء أي بدون خالق أي إذا وح أبوري جرين بدون خالق ما يسكى أبور مين أم هم الخالقون ما سعيك إيس أبورين أي الخالقون لأنفسهم أيك ما يسكى أبوري إيس سمين يا سايكو دعي كرتا قف أنجرين ونوح أبوره مارك علي صبوري سأينا أجر تمارت ما مجرتين على أنجرين سأدو حكو أبوري أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض إرك يبلوك ما يقى أبوري وحيرة جوي بن مدعم والله مارك عن مغلو حيرة كاد قلبي أن يطير قلبي يقى نحبه يقاره ويراد قلبي ينضوله ويقى نحبه أيام كسك توير تي إذا ما يصبق النقطي جابر بن مدعم نصا إسلامه تي ما صبق النقطي إسلام كيس تي أيضا هاد أي صوب النقطي مركز جبير بن مطعم إنه صو إسلامه غير مركز شركة علماء النفط سواي قي بواي قي بيانا علماء شركة واي قي بيانا شرك الأكبر ميد وين باجرا الشرك الأكبر قفقة كله على كاس على دي ساي خطر تاي نار تقفقة إنه كوار صوب النقطي وهو الذي قال الله فيه وأمد كإله أكيري إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله مدافع سبحانه وتعالى هذه الله شريك له إلهي مدافع وأمد كي علم الله كل شيئين أي رادين محوها آياتك لقرآنك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار قف إلهي أشرك له إلهي الجنة ذوك حرمي إلهي الجنة ذوك حرمي ما شاء وكنت بين دوننا نار هو وخطرت سيليهي يليهي وحاوية كاس وحاوية وأين سميسته إلهي سبحانه وتعالى وحل لميد أين سميسته وي سيدي سنوع عبده لقى حنقضه أما قيد حنقضه أما ورح حنقضه إلهي أنت سميسته حقي وين عبادتي وطاعتي إلهي أولها
مركا تقول له حسوي أقول له حسوا مركا كاسجا قطرت سيولي هاي خافك كود أنت قطرت زولي أنا بقول عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار خافك أنت أصو إله هو سكدي سعبدا يا بري يا ميد إله لميدة ند وحلنا وإله لميدة خافنا سمستو أيه سنجرين وإله لميدة خافك سيدا كود أنت نار تقليا إله حلي يا أيها الناس واردوا اعبدوا ربكم والربين عابدا الذي خلقكم متك ايدين ابوري والذين من قبلكم كو ايدين كورينا ابوري لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا متك دولك جوجل ايدين كيال عابدا والسماء بناء اركنا سانقاف ايدين كيال وانزل لكم من السماء ماء اركنا الرب بيدين كسر دجي بيه نسكمحوا ايدين كسر صاري واحد انتان رزقي كسر صاري فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إله سبحانه وتعالى هؤلاء لنا واحد لصمه يسار واحد إله كرمت إكتاسان هؤلاء لنا إذنكم أوك إنو سنجرين واحد إله لمده سبحانه وتعالى مركة شركك كاس وهي مركة قطرتاس أيو ليه وحن نبي قال يسوى التبيون عليه الصلاة والسلام من لقي الله قفك إله سبحانه وتعالى لكلمه لا يشرك به شيئا أسقع وحبل ودا جنين يا دخل الجنة جلده قليا قف إلهي لكلمه أصغر مشرك أهان إلهي لقد الأول جنين جنده قليا ومن لقيه يشرك به دخل الجنة دخل النار قف إلهي لكلمه أصغر شرك وطه قف نار بقليا نبي قال هذا هو القصة التبيعي عليه الصلاة والسلام مرك إخواني ساسو قال النبي على القصة التبيعي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ما يدين شيئا وهي لها أوه وين ذنوبت إيو كبائر إلهي لقلو كوا أوه وين بو النبي يري سدح جربوك إلي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر كبائر تمد أسيوا وين ما يدين شيئا فقالوا بلا يا رسول الله صحابة وحير عدوان ربنا أنه شيخ رسول الله نبي حكب الله بي وحاوين ويرادي الإشراك بالله إلهي أوحل لو ذاجيه سبحانه وتعالى إلهي أوحل لو ذاجيه أي أوين برسولك دهي عليه الصلاة والسلام وحاكرا النبي قال لسوا تبينوا دهي اتنبوا سبع المبيقات وارتضبط وحلقة اسكت ايريا كفو قادة او اسكت ايريا وحيرا دي نصول الله محيهين وحكب الله والنبي اشرك بالله الهي الله اشرك يالو وحكو حجيسي سحرك قتل النفس التي حرم الله الا بالحق نفت الهي وامور سبحانه وتعالى الهي او حق در القدلو وحكو در اقل الربا الله عنو اقل مال اليتيم محوها مالك اوانك الله عنو وحو نبي يوم الزحف مال انت الزحف وغزوك يدولانك الله سعرره وقد في المحصنات المؤمنات الغافلات والنبي كود دبي تطوق وقد جاي قبلها محصنات كا قبلها دورسون قبلها مؤمنات كا الغافلات ومحوها لقنا لقنا معاصي الذنوب غاز في المحصنات الغافلات وحي سنور وحي نم بالغو شاقيا ايضا ورو ما هي الصبع زنب الوحى منايا والله العظيم زنب ورو ما هي الصبع ميه لزنة استابعي كل هذا يا وذنوب تواهم وهي قبلها ودن بي لقات قلا سأل الوقت فبي كميتا رسولك دوقا بالله وحكا بالله بي الشرك بالله بوكا بالله وحكا وجرتا النبي قول شاقي شرك لده أسقنا الشرك الأصغر باجرا شرك الشرك الأصغر لده باجرا والنبي قول فسيري مركا لو يدي رسولك إيري عليه الصلاة والسلام إن أخوة فما أخاف عليكم الشرك أصغر وحان أغذين كبقايو وحان إذين كبقايو وحان آت إذين كاسي بقي وليبا وحاوي أغدرا الشرك الأصغر شرك لده صحابة واي ويدين مركز ويراد وحاوية الرياء وي الرياء استوتس تي مركز او ماذا كميدة مرة معلن كعابا لابو ويل باميد با ينصر شاكتي ويل كان باي عايي ومحوك وداي وي تي تي ويداي وي بسم الله ورد تي تي محلا وضع وا استوتس لسو قابية وداي مركز بل يلا موت وحول با وا استوتس كي او لسو قابية وداي marka nabiga shirkul asqar wuxuu ku fasiray oo uu yiraahdo aad baan idinka baqaya uu yahay arriya arriya way arriya way wa qofka muxuu aha amalkan uu sameynayo aan ka ahayn ilaahay darti wixii muslimiinta sameynayaan buu sameeyni salaad buu tukani zakaat buu bixini hadana ilaahay darti kama aha qasaara qasaara ma isha saytaala ilaahay darti kama aha استوتس بو بخينيا حلغا شيغو حلغا وريو حلغو وامانو انتو كوربا اميدكاي سوره الماعون اي كشكاينهسو
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون مركا شرق الله صلى الله عليه وسلم إن بدن بو مجلس وقدقي وعيراتي يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة دادك أيقا عبادة أبتكنا يا استطس يا مال انت قيامة إلهي وقود آية بلقيستا والله العظيم دادك أيقا إلهي مال انت قيامة محوقود آية وحي إلهي لو أتلك لو إسكالها صلاة دي قفك دادك اسكتو تسي طاعدي دادك اسكتو تسي مال انت قيامة إلهي محوقود آية مركا دادك لا أبال مريو أيقا إيمانا يا مركا سو إلهي وحلي سبحانه وتعالى اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا كع هذا وهذا تكتان كما تدون كما كانت جوكتين استو تسجرتين سلادين استو تسجرتين اسك قدرتين كما سالا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء بل وعب القدر قد كان ايغا بالمر دات المؤمنين مخلصين تا امر الله ابا المريو او جنة لو ابا المريو او حوض النبي عليه الصلاه والسلام اي كعبان حوض النبي وما ادراك ما حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما كو غيس حوض النبي يا ولا مره حيسكو هيان انتو كو يالا وابي باجيرا نبي يقول لي هي حوض نواجرا نبي يقول لي هي واوي الله سبحانه وتعالى او نعميه او غدغي تسليه مركا المشركين تي اي كو جاس جاسان ويلشي او دلي كي او دمه مركو رسولكا غيريوداي اي رادن ابتر ويه فرع ملها الى يوسو تجير ان اعطيناك الكوثر وبقى اسغا و خو در كليهي جنته كو يالا لكن ما شاء حسابك كدعه سو دربو كليهي دربو كليه در ولا يقان ان فيليا دك ديرتنا يقولين با دعي كرتا بيا ما شاء كو جيران يا درك واي كليهين سوما واي كليهين دربو ليهي درك سو بيا كو سو شبيا مؤمنين تا انت حسابك سوت ما شاء زي كو رابيا قفك مركا اسغا مركو يمادو عمل كيس اي سوت سو زمان جري وا لغا علينيا وحال ليهي اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بهم في الدنيا أدون مركا لجوا كبات إسكا قدي جرتين كبا آذا بالوحى بالقود أكتوذين أطوغو تكتان مركا قطرت إذا إليه هاي إلهي سبحانه وتعالى أعماشا الله نصب إلهي نوحلي هاي فمن يرجو لقاء ربي من كان يا معي إذا آياتي في آخر سورة الكاف يا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد مركا قفك رجينا يو ku xisaabta maayo ku tala galsan bari alle uu la kulmayo amalkiisa allah uu barahdiro subhanahu wa ta'ala amalka waadiraad ka dadaasho waye waadiraa ilahi uu uskato subhanahu wa ta'ala ilahi ikhlasina adwaydisto fil qawli wal amal nasallahu tabaaraka wa ta'ala ayyamunna alayna al ikhlas bil qawli wa bil amal fil qawli wa fil amal la yuhan kabarina ikhlas kaanu nugu irsaqo qol iyo amal baaday noqon lehed mid kay noqon lehed ba uno irsaqo nugu irsaqo ikhlas marka shirkigaana waajira shirkiga asagana waajira shirki kala baajira asagana kafaara uu nabigu u sheegay cali sallallahu alayhi wasallam ka asaga kafaara gud ayu la yahay oo ducadi ba kafaara gud u ahad allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam wa qawlu ahadikum ma sha allah wa shi'ta ka asaga kafaara gud bu la yahay wa sida hadaad hado kale ilaahay haduu doono adigana aad doonto أما إلهي دودون هبل لدونه مركا قربسي من أتكاركت سوماه قربسي من أي أتكاركت وهي هدين دود حيسيسو إلهي دودونه ثم مركا إنا دود حيسو إلي نعصو كلي إلهي دودونه كدب نمحوها إلهي ونوا فجوا أنك محرساس إنا دودوه لكن مركا دادو إلهي دودونه هبل لدونه مركا قربسي من أتكاركت الحمد لله نبي كفار قد بوشاكي حسن مسلمات كيليسا دعا نمحوها أنت مركا دادو waxaa kala jirta waxyaalo laga yaabo dadkan ay u arkaan istutus laakiin istutus aan soo galeynin waxaa kamid ah qofka hadii wanaag inta sameeyo lagu amaano lagu duceeyo qofba wanaag sameeyo ummad dib u anfacay masaajid dib u dhisaya masaakin dib u quudinaya dadkii baa u duceynaya allah bal fi an bal fi'ni badana markuu maqlo waa farxaya markaad maqasho waa farxaya dadka moogtay binaadanka waa jecel yihiin amaanta amaanta jecel yihiin bakhaylka asoo waxba bixinaynin يا هذيل الله داقسي ويسك فرحة يا عمر ما بيسكنوا بخيل ياي هذا ما أنت الله داقسي ما تاي فرحة يا مركب واتفار ما يسكن جعليهم بخيل مركب قف جا مركب عاوي هذي أنتوا وناس ما يوتك يا يكو أمانان قلبي جيس فرحة أوك قالوا النبي قال له ويدي لبعت ما لو يرتاس ولا ما وحاوي بشارة دي آخرة أوسة تكتكتوي بشارة أدوه أوسة تكتكتوي ويا نبي قرأت الدرمايو قفك ومضى أنفعي كرونه ومضى أنفعه هذا دوحنك وأنفعي كرتو
marka taa iyadana shirkiga kamid maaha. Marka ikhwani, qofka muslimka waxaa laga doonayaa in camalka uu samaynayo uu ka dadaalo ilaashado si ay berrito ugu dhicin daaloo degsay ugu dhicin, si adoo daalaysay oo rafaadaysay markaad ilaahay agtiisa tagto lagu dhihin wakubaa kuwaa shalay iska gadaysay bal ayaga u tagi inaad wax abaalguda aad agtooda ka hesho. Qofka muslimka marka waxaa la rabaa camalkiisa intuu awoodi karo inuu muxuu ahaa, waxay culimmada u qaybiyaana marka laga hadlayo acmaasha, dabcan niyadii baa soo gelaysaa, niyadii baa soo geli acmaasha, meesha laga fiiriyo, meesha muxuu ahaa laga ictibaariyo waa niyada. Nabiga wakiilaha calayhi salaatu wasalaam, innama alacmaalu binniyaat. Culimmada marka niyada way qaybiyaana dhowr nooc bay u qaybiyaana. Midda ugu khatarsan waxaa weeye anniyatu lbaacitha, mid ay dhahaan weeye oo qofka marka horeba uu shaygan bilaabayo uu xaafadda ka soo tegaayo masaajidka soo aadaayo, haddii markaasba niyadii ay hallowdo ka kac way marka ayada, se waxay khafiifiyeen culimmada haddii qofkii asoo cibaadadii ku jiro shaydaanna waa joogaa nafna waa joogtaa, adoo cibaadadii ku jirto ama salaadii ku jirto yaa wadaad aad rabtay gabar inaad ka doontobaa yaad arkaysaa meeshana agtaada soo fariistay, adigana waxaad rabtay in guf lagu qaadayo berri gabar lagaga doono, markaasaad gabar inuu kaa reebtona waad ka baqaysaa, waxoogaa salaadii baad quraxsanay iskala jijiidi siuu dhaho warrinka nin fiican shalay siuu tukana arkaaye gabadha hala siiyo siuu dho. Marka hore maad ku talagelin markaad cidda ka imaanaysa soo weysaysanaysay sheekadan inaad duqsado kaa masaajidkula kulmi qalbigaa kuma jirin, laakiin baati mazuuri miyaan dhaha mase baati umbaya way dhacday, markaad salaadii xiratay yaad odaygii aad gabar kardoon rabtay yaa halkan soo fadhiistay, duqa walio ku soo eegay baad aragtay, markaas waxoogaa iskala jijiidayo waad isfeeraysay sidii qamiisyaha beriga socdaan la feereeyey, yaa isfeeraysay calaashaan bal berrito yuu kugu soo celinin caaqibada wey. Culimmada waxay leeyihin markaasoo kale haddaad isdaba qabato oo sheedhaanka iska naarto war gabadha la sheegay salaadaada kaga muhiimsan dhahdo oo sidaa iskaga fiijiso waswaaskii alxamdulilah, laakiin haddaad sidaa ku dhammaysato marka calaa khatari wey, khatar wey, marka xaalad amaag ma sugno, marka hadday sidaa ku dhammaato salaada culimmo qaar waxay leeyihin waxba kama jiro, marka wax ka jiro mala. Marka ikhwaani, allah ni barakeeye acmaasheenna bal aan ilaashanno, diinteennana aan baranno, wallaahi alcadiim haddaad diintaada barani waysa gumaysun baad ku noolaanaysaa, ama sidaan sheegaynabaa muxuu ahaa saqajaan iyo nijaaso lagu waraabini, nijaaso baa lagu waraabinayaa, ama mehe inta maskaxda lagaa gumaysto yaa hooyadii iyo aabbihii ku dhaleen labadii kugu fiicnaad kugu xaqmadeed adduunka joogeen, oo nabiga ninkii hataa duulaag oo la baxrabay uu dhahay hooyada aabbahama nool yihiin fajaahid fiihima yaa laguu diraya maalinta badoo fallagaa lagu arkayaa oo quruftukaasoo duur ku jirto, war maxaa ku dhaca ninka, ninka waa lagaaga dambeeye, sheekadiis waa hallowda. Marka waxaan sarin maxaa keenayaa waa aqoon darri weeye, markay aqoon darri dhacdo dadka marka dhibaato baa ku imaanaysaa. Nabiga dadka aqoon la-aanta diinta u fadwoodo dadka muxuu ahaana waa inkaare, nabiga waa habaaray calayhi salaatu wasalaam, waa taqaanan qisadii ayadeed oo zaminka rasuulka dhacday calayhi salaatu wasalaam, saxaabada qaar ka mid a intay safar galeen, markay safarka galeen nin ayaa ka mid a uu dhaawac ka soo gaaray madaxa, dhaawac hadduu ka soo gaaray habeenkii markuu hurday asoo dhaawacii qaba baa janaaba ku dhacday, waaka duubari ayaguu la tashaday, wuxuu yidhi dhaawacna waa igu yaallaa, janaabna waa igu dhacday, wax ruqsada ma ii haysaan, mayaa yidhaahdeen wax ruqsada kuma hayno inaad qabaysato mooye. Ninka waa qabaysay saxaabiga, madaxa marka dhagaxa uga soo dhacay say wadaan sheegayaan, meel baa marka madaxii dhaawacii uu duleelay, biyihii baa galeen, ka waa dhintay. Nabiga aad baa ugu xumaaday marka loo sheegay, weliba waa habaaray, qataluuhu, muxuu dhahay qaatalahum ullah, qatalahum ullah, waay dileen, allah hallacnado iyagana, allah hallaaye waay dileen ya hallaa sa'aluuhu, war may weydiiyaan hadday waxba garanaynin dadku may weydiiyaan ya, maxaa yeelay jahliga waxaa looga bixi karaa inaad culimmada wax weydiiso, haddiiba culimmadii lagugu diro ka waran, culimmadiiba haddii lagugu diro ya oo lagu dhaho sheekha oo ODM ha u dhawaanin, kaasna muxuu ahaa BBI buu taageersay maalinku arkay ha u dhawaanin, haddiiba culimmadii lagu tiro dhibaato maa mar. Dadkii markaa la rabay inay cilmiga xambaaraan culimmadii ka gudoomaan, haddiiba culimmadii lagu diro oo fallaaga laga dhigo, marka soo dhibaato maaha, soo dhibaato maaha. Marka allah idin barakeeyo, diinta marka aan baranno, diinta barashadeedana wax igu soo aroday ciyaare maaha. Dadki hore waa u xidhaysan jireen, muxuu aha dhibaato fara badan bay u mari jireen, maanta irada ay kasoo gagashay haddana wax barto waa la leeyahay diintii, idoo irada kasoo gashay. Marka ikhwaani, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan rajaynaynaa waxa aan meesha ka sheegnay iyo muxuu ahaa annaga sheegnay iyo idinka dhagaysatay iyo qof walba oo muslim oo dhagaystay inuu miisaankiisa xasanaadka ugu daro, ilaahay miisaankeenna xasanaadka allah ha noogu kabo.
ميزات كان حسنات كلا نوكر ديو إلهي هنا توسيو إلهي سبحانه وتعالى هنا جاجيو مركب بالله ما يبان شيغي محوها موضوع أنا سقه وأنا قفع ويهي لكن باهيدة دائماتي أنا قنا محوها إنا شيغنو وأكو قسمناني ذلك محوها نوغها بونا بجري مرك هذا محوه ساسو يتهي والله بهدي محاوه وحي أن هذا جني وتوفيق من الله إلهي بأنه توسيي عربك أنه قدوي وحن قفننا نفيا شيئا ما يكاء هذا إلهينا سبحانه وتعالى عفسي دين دافا ويدسانينا مركا الله دين بركيو وحن ولبا أن ربا إنا نقدروا إقرار لهذا لعل وقته إلا قاري صلاة با دعي كرتا وحاجرتا ولا ليال أن ربا إنا نقافا إذا استمع داما دادك مسايدك كجره أيو بدين تدائر ما أنت مغالا دين دبا تفر ربا باجرتا ور أم هايسين dadka waalidiinta codka dhay codka ka aad u dhageysta magaaladana dhiba ka jira culimada mar alla markii isku imaado ila saddex fadhiyo hadda way guudamayaan fariisanay culimada waa ka calaaleen walaa masajid laga sheego baa la rabay dhiba jira dhiba jira dhiba jira ikhwaani muxuu yahay dhib ka jira baashi daroga la dhahay ba magaalada saa u dhax qulqulaysa daroga daroga baashi daroga la dhahay dhalinyaro gacan kuma jirto haddii ilmahaada ku hagaageen ilaahay uu ku badbaadiyay qarso ilma gacan kuma jira baashi daroogada la dhahayay yaa sidaas u qulqulaysa waxaad moodaa ku talagal inuu yahay waad ogtiin gobolkii coast la dhahay jiray muslimiinta ay u badnaayeen xaaladiisa meesha ku dambeysay dhalinyaro soo kacay soomaali kudi daroogadii baa la dedishay way diloodeen waxaad moodaa kanna in sidoo kale laga rabo magaalada sidoo kale laga rabo walaalayaalow baasha daroogada baa socotaa culimada way ka dayrinayaan way ka hadlayaan dhalinyaroy baasha iska ilaaliya baasha ka digtoonaada waxaa weeye shaydaanka lagu sheegayo waa insigu noqon karaa qof ma jirto gurigiisa suu jooga asoo daroogo cunaa iska imaanaya ilaa qof kale baa baraya baahashaas mustaqbalkiina idinka hadlayni diintiina idinka hadlayni baahashaas baa si aan caadin magaalada ugu jirta waxaa kaloo fadhiga ugu dambeeya culimmada ay fariisteen laga dhawaajiyey magaalada waxaa jira afduub baa jira afduub afduub baa jira culimmada meesha isku imaatay rag wax garada indheer garada waxay ka dhawaajiyeen magaalada afduub baa jira intaas oo kiis oo afduuba oo haween loo geystay inta gaari muxuu ahaa waxaa jira loo gaariga lagu xiro magacu leeyahay oo banaan mooyo gudaha laga furi karin maxaa ladhaa loogaas loog baa jira lagu xiro qofka banaanka jooga maa iska furaya baashi madow mraider muxuu wixii madowana uu ku gadisan yahay xataa qofka duucabaada aflabadis wax laga maqlaya malaha intaas oo kiis yay noo sheegeen qolo ka socdeen womankind sida walaalkan xasan oo muxuu ahaa magaalada ka dhacda wey marka ilmaha la ilaashado gabdhaha muslimiinta waxaa noogu baaqaya inay dugtoonadaan is ilaaliyaan inaad muxuu ahaa taxadartaan marka taasna waa idinku daaray labada arrina waan kaga faa'iidaysanaynaa majliskeenna ilaahay hanaha nagu anfaco xaqana allah hana tuso xaqa ilaahay gacantiisa buu ku jiray ilaahay baa haya subxaanahu watacaala nabiga ilaahay buu ka beri jiray yaa muqaliba alquluubi sabit quluubana calaa diinik ilaahu qalbi qulubtana diinta ilaahu kusug ilaahu qulubtana diinta kusug wa sala allahu wasalama wa baraka calaa nabiyina muxamedin wa calaa alihi wa saxbihi ajmaciin.